هنشوف مع بعض دلوقتي أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة من خلال التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل الحوار الوطني انعقاد جلساته للأسبوع الخامس، وهيناقش قضايا تتعلق بالمحور الاقتصادي بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة. وبتناقش جلسات المحور الاقتصادي الرؤى المرتبطة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والدين العام وعجز الموازنة. النهاردة هتبدأ وزارة التموين في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أغسطس، وبتتيح وزارة التموين العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها من خلال 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. النهاردة هتبدأ وزارة التضامن في صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى. النهاردة هتبدأ ندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، البداية في الساعة الواحدة بحفل توقيع كتاب عادل إمام للكاتب أشرف غريب، وبحضور الفنان محمد أبو داود والدكتورة سامية حبيب. يدير الندوة عمرو دوارة، ويلي كتاب صلاح عبد الله للكاتب والناقد الفني جمال عبد الناصر، ثم ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان رشد الشامي، وتدير الناقدة رشا عبد المنعم الندوتين الأخيرتين، وبتقام حفلات التوقيع للإصدارات جميعاً في قاعة الندوات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.